أهلا بكم. بالأمس وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي في أكتوبر المقبل. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي السيد حمد الشراوي. تحية طيبة لك أستاذ حمد وشكرا على تلبية الدعوة. وبداية لو تحدثنا عن فكرة ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي والمقرر عقده في تقريبا خلال 3 أشهر القادمة أو بعدها. الله يحييك، وبداية شكرا لاستضافتكم لي اليوم. ممكن بس نوضح ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. أكيد الكثير سمع عن تشات جي بي تي أو بارد من جوجل. هذه المنصات من ضمن هذه التقنية اللي تسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية اليوم تتوجه العالم نحوه من استثمارات أو حتى جهود بحث وتطوير للاستفادة من فرصه. ومثل ما أنت ذكرت، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس تنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، واللي بيتم عقده بإذن الله في 11 و12 أكتوبر من هذا العام في متحف المستقبل ومنطقة 2071 في أبراج الإمارات. بيجمع الملتقى خبراء مختصين، مبتكرين، مستثمرين، شركات عالمية، شركات ناشئة، وأيضا جهات محلية وحكومية لفك شفرة هذه التقنية واستكشاف فرصه والتغلب على تحدياته. وأيضا يأتي الملتقى مكملا لمبادرات أخرى من مؤسسة دبي للمستقبل، من ضمنهم مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى جعل حكومة دبي الأفضل عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي. أستاذ حمد، مع هذا الحضور الذي ذكرته، هل حدثتنا عن جديد هذه الدورة أيضا؟ يمكن إذا ممكن أوضح سلسلة فعاليات ملتقى دبي من مؤسسة دبي للمستقبل تسلط الضوء على أحدث التقنيات الناشئة حول العالم وتستضيف أبرز المحترفين في مجالاتهم. وطبعا يبني الملتقى على نجاح ملتقى دبي الميتافيرس اللي تم عقده العام الماضي، واستضاف أكثر عن 600 خبير وتم الإطلاق عن تقريبا 10 مبادرات من هذه الجهات الحكومية والعالمية. والعام من ضمن المحاور الفرص اللي بتكون متاحة في العديد من المجالات اليوم أو حتى في المستقبل عن طريق هذه التقنية، مثل الصحة، التعليم، الخدمات المالية، وحتى بنتكلم عن الحوكمة، ويمكن حتى يعني حتى تناول المواضيع بتكون يعني غير، ما بغينا بس نتم على 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 طريقة الإلقاء التقليدي، ولكن أيضا عن طريق ورش عمل، تجارب، وحتى تطبيقات عملية ناجحة. أستاذ حمد، هل حدثتنا لماذا تهتم دبي بتنظيم مثل هذه الفعاليات؟ مدن العالم تتخيل كيف تصنع المستقبل، ودبي تعيش المستقبل اليوم. ويقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: أكبر مخاطرة ألا تخاطر. لذلك يعني تأتي إقامة ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على منافع الذكاء الاصطناعي وتحويل تحدياتها إلى فرص. والحمد لله تحرص حكومتنا الرشيدة على إقامة مثل هذه الفعاليات لتعزز مكانة دبي كمركز عالمي لاستقطاب وتوظيف أحدث التقنيات اللي تساهم في تطوير من جودة الحياة وخلق أفضل بيئة اقتصادية لنا. مع كل تمنياتي بالتوفيق في هذه الدورة المقبلة، السيد حمد الشراوي مدير المشاريع في مؤسسة دبي للمستقبل، شكرا لكم.